عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي بقى نكسب الصلاه على النبي. احنا النهارده جايين لكم بالمحشي اللي انا كنت عايزه اعمله باول يوم رمضان. رجعنا بقى بالاكل التقيل شويه. المحشي المصري بس برضو مش مكتروا يعني التوابل ومش كده هناكل يعني. مش مكتروا برضو التوابل بتاعته ولا الشطه. بصوا ده محشي البتنجان الجميل. جاب البتنجان اللي هو الصغير. سيف بدا التحدي لوحده. والكوسه والفلفل بس السخون هنا زيت البيت اهو. رجع الكوبايه دي ورا شويه يا سي دي او رجعها ناحيتك اهو. ورق العنب طبعا طبعا. ورق الخس طبعا بتاع احمد. ضروري من تبع ورق الخس ده مش في الموضوع. ورق الخس بتاع احمد هو زي ورق العنب بس غامق شويه وطري. انا احب انا كده قلبي يعني مش عارفه تاكل بقك يا اختي. وتبطيتني حلوين الجمال دول بس دي زيت سلمى كده خليها جنبينا على الكرسي عشان تعطيها ما عنديش ياض قلبي ليه. انا يلا قول بقى بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا ناكل. قطع لهم البط. لا ناكل الاول. احنا شلنا قطعت لهم البط كل واحد خد حتته وشلنا الطبق عشان نعرف ناكل براحتنا. وياسين بقى انا وسمير خد يلا عاوزين تشيلوا امسكوا. لا اسيبه عايزين شيلوا على جنب اهو كل طول مش خد ياسين يلا عاوز ايه؟ هتشيله فين؟ طب ما تخليه قدامك وما تخلص كله. حطه بس في جنبه كده لوحده اهو بس يلا. كل بقى بسم الله يلا سامع بسم الله قولي يا قلبي في حاجة صعبة يا جماعة. حطوا لنا شوية أنا بدل الدم. بس نجيب طعم مين؟ ورا أنا بقى. كل واحد حاجة بيحبها. أنا خدت الرقبة بتاع البط. بحب الرقبة. يا بت يا فريالة يا بت المحشي. أنا بحب شوية يعني. قولي يا سنين يلا خدي حتة كلها. لا يا سمس ايه ده؟ اخد بس ورقة خاصة الأول. أنا شايفاك مش بتاكل. انا رجع اكسب على فكره. في ناس كتير بتقول لي لا وبيقلني عن الفزوره الاول. انتوا خليكم عارفين هو يوم بيبقى يوم فزوره ويوم الكسبان ماشي. ان شاء الله ناس بتقول لي انتي ما بتنزليش الفزوره وبتنزليها امتى بتبقى عباره عن ايه. في ناس كده او ما تعرفش داخله ما تعرفش الفزورة دي. احنا ممثلين مقطع من مسلسل او فيلم او مسرحية وبنسيبها لكم في نص الفيديو. كنا مجهزينها قبل رمضان. مجهزين كلهم المشاهد كلها قبل رمضان. بنحط لكم المشاهد دي في وسط الفيديو اللي احنا بنطلع فيه. المشاهد دي مثلا من مسلسل من فيلم من اي حاجة من دي. وانتوا بقى عليكم الحل تقولوا للمسلسل والفيلم دوت او المسرحية اسمه دي اسمها ايه وفيلم ايه وكده. وانتوا بتكتبوا لنا في الكومنتات بس اللي بيبعت الكومنتات الاول هو اللي بيكسب. اللي بعت اسم الفيلم الاول. انا بخش اول ما بنزل فيديو باخد سكرين شوت كده بالاسامي اللي بتبعت في الاول واعرف مين اللي بعت الاول مين اللي بعت من دقيقه مين اللي بعت من دقيقتين كده. واروح مثبتاه يعني واروح حاطاه في دماغه وعارفه واشوف هو بعت كام كومنت بعد كده واروح منزلاه بقى يعني هو اللي بقى فيه. ولا انت رايك في الكلام ده؟ ده بكل بتنجان يا ماما بقى واجعها يعني مش عارفه تاكل. يلا يلا يا رجاله بتمشي ايه؟ ده سخن شويه. سمير وياسين بقهم خف. سلمى بقها تعبها. وسيف جاي. وسيف الجاي الدور الجاي. طب كل كلها حبتنا. ما عنديش ميه ولا يا سيدي. خد. قطع بقى الحته اللي عملنا حطها فيها. حلوة من الغاية. تسلم. تسلم. تسلم.
ملوخيه؟ قلبي يعني. انت بتقولي لي كل بزن يا سلمى، قولي لي اللي انت عاوزاه وكليه. خدي يا ماما ملوخيه. احنا النهارده بقى هنشوف هننزل لكم فصدوره ايه ولا هننزل لكم ايه. أول سنة تعدي رمضان من غير ما نعمل أول يوم محشي. هنعمل أول يوم ما. أول يوم إيه ده؟ فاكر السنة؟ عملنا محشي السنة ناخد فيه حد الساعة رمضان. لا قبل كنا في أسبوع. لحمة جميلة. بس إيه؟ ده بط. طب خد دي. ده لازم ما هو. كلام دي؟ سمير يلا حبيبي انت بتحب المحشي؟ هو برد خلاص كل. يلا سوفا. شاطرين. الورك. في ناس بتقول انت كده ما بتشوفيش الكومنتات. والله العظيم انا اول ما انزل الفيديو اخش على الكومنتات على طول عشان اشوف مين اللي كتب اسمي صح. زحمة ايه؟ قطة 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 يلا قطة قام يلا قطة وانا كمان يلا خلت البطارية لوحدك. انا مديك نص الدور التاني ازاي شو ده كمل تحط لي انا بلي بقى لا لا انت بتخشش اشوف الكومنتات والله العظيم الكومنتات دي بشوفها اول حته عشان مش حد يزن مش عايز حد يبقى مظلوم حتى ده مين اخلي بابا ياكلك فحطوا يقين في دماغك والكسبان دوت بيبقى هو ايه او اوائل الناس اللي بعت اخوك قلبي قلبي مش قادره اقول لكم على المحشي بقى ولا الكوسه يا بنت يا فريالة يا بنت كوسة جميلة جميلة عايزة ايه؟ لا رابع لا عاوز مصمص بعد كده مصمص بعد كده احنا تنزلي؟ ملوخية؟ قط ملوخية بقي سلمى جميل دقي سلمى هيتجننوا يتفرجوا على المسلسل سلمى مأكلاهم متأخرة بتاع ربع ساعة انا كسبت انا خدت الفصل بتاعي كله يا سوفا انت ما غنيتش على فكره يا سوفا خالص انت ما كنتش حاجه فالعمالين ده كان جعان والله العظيم تشوفها بيقول انا جعان تقول هياكل البطايه والله ما كملت بقى ال في النص كل يا سيف يلا كل ملوخيه كل يا سي ما كلتش حتتك ولا انت يا سمير كلت حتتك ما تاكل البط الاول وبعد كده كل حبتكم بصوا انا بصمص ازاي البط بقى مسكر وجميل يلا شاطرين انا بس اللي شاطر صح يا سلمى انا خسرت احمد شاطر وهوديه القنطر ما رضيش يحشي معاك بتنجان النهارده بيقول لي حصلت اقعد احشي معاك البتنجان والله الواد محمد اخويا اللي حشالي البتنجان كله عشان البتنجان والكوسه والفلفل اللهم صل على النبي حله قد كده ما ادركه بقى لما باجي اعمل اكل بقى المحشي والله حله قد كده انا قعدت 3 ايام ما غلطتش الواد محمد قام بيها بالوجه وحشاها بصوا حشيها والله العظيم بصوا حشي جميل ازاي ولا رز طلع
ولا حاجه وقعت في الحله ولا اي حاجه. بصوا عشي جميل والله، اول مره يحشي. اه لكن ده قلت له تعالى نحشي وحمد يقول ما فيها ايه يا احمد، تعالى نحشي مع بعض هنا ما فيهاش حاجه. قول له احشي، حصلت راح سابني ودخل نام، واحنا ولاد محمد قعدنا في المطبخ بقى اشتغلنا، اشتغلنا مع بعضينا. وعشان انا سبتهم فطرونا بعد المغرب بربع ساعه. نعمل ايه؟ ما احنا شغالين ولاد محمد من الصبح، والبنت سلمى عماله مقرفه بقى من سلمى بقها وجعها وعماله تعيط. اقرب ورق العنب اهو. هجيب لك فلفل؟ لا هجيب الباذنجانه من السمرة اهو خلاص. يا بنت سريالة يا بنت على البط. انت ما فاتتش حاجة. لا مش هتكون غير المتاكل دي. ما فاتتش بس ايه ده يا سيف؟ كلت يما؟ لما تقول انا عاوز ال ها؟ عاوز الورك خد. خلص لي حتة الفرخة بتاعتك دي كلها. طبق كله. طبق كله. الفرخ كلها. انا ومحمد بقى بياكلوا مع بعضيهم. احنا قلنا بقى نطلع مع بعض. بتاع كلها لحمه. ما كنتش تاكلوا ليه يا سيف؟ عشان انت قلت عاوز الورك. افتح البق. لا 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 احسن منك. ادي لسلمى. لا. كل يا سلمى. سلمى شاطر. طب يلا كل. شاطرة. سلمى فطورة. يلا. يلا. يا سيدي. بس دي كلها، دي كلها فراخ. شغل ايدك التانية كده. قال اه الجلد ده وصلته. ما تاكل يا حبيبي الجلد اللحمه بتاعتك اهي. يلا. انا زور؟ لا هي الفرخه بزور واحد. قولي يلا. سلمى بتحب السمين بتاع لما بجيب لحمه بتحب تاكل السمين زي ما تقرقيش. ما بحبش اللحمه الحمر. لما بجيب فراخ او بطه وحاجه زي كده بتحب الرقبه والمصمصه. ما بحبش اخد ورك وصدر والكلام ده، احب المصمصه. القطة بتحب اللي هي عاوزاه. انت قطة؟ انت كلب؟ انا كلب برومي. حكي؟ بقول لك انا كلب. فين القطة؟ القطة عمالة توقع الازازة بتاعتها. خلاص سيبها بقى. انا قطة جميلة. انا كده خلاص اخر صباع قصير. يلا عشان نختم. خلاص خلص؟ نخلص بقى ساعه استنى حد يقول انا خلصت. زي ما انتوا شفتوا بقى يا احمد احنا عايزين فلوس عشان نسافر المصيف مع اختي وجوزها. واعمل لك ايه؟ ما انا قلت لك مفيش فلوس، مفيش فلوس. اغنيها لك مفيش فلوس يا حلاوه، مفيش فلوس يا حلولي، ناشفه زي المستشفى. طب اطلع يلا برا المطبخ. طب وانا بقى اكمل الفيديو من اول اخره عشان تشوفوا المسابقه. شوفوا بقى الفزوره احنا حاطين لكم ايه وقولوا لنا. اول والله كومنتات بتبعت هي دي اللي انا بكسبها يا جماعه، مفيش حد يقول لي حرام ومش حرام عشان انا ببقى عارفه الكومنتات وعارفه مين اللي بعت في الاول. اللي بيبعت بدري وبعد كده عدد الكومنتات، يعني اللي بيبعت الاول وبعد كده نشوف ايه مثلا في ثلاثه مثلا بعتوا في الاول اول ما بدا، نشوف اكتر واحد فيهم. ايوه بعت قد ايه؟ فباخد واحد من الثلاثه دول بس. يلا كل سنه وانتم طيبين. كل سنه طيبين. ادعوا لنا بقى ربنا يشفي كل مريض، ربنا يشفينا يا رب ويشفينا عننا. واحنا الحمد لله والله العظيم ربنا يخليك. احنا احسن في اللمه. احنا الحمد لله. احنا الحمد لله احسن من كتير. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. احنا مش نفسيتنا الحمد لله نفسيتنا زي الفل. نفسيتنا كويسه وشايفيننا قاعدين مع بعضينا. اه. قصه مع بعضينا. يلا يا حبيبي. طب يلا عشان طول ما انا قاعد قدام الاكل. وانا عمال اكل في الفنجان والصلصه ومش عايزه اقوم. ومش بعد الاكل الواحد مش هيقدر، لا مش هاكل تاني. بصوا انا اكل الصباع ده بقى عشان عيني عليه من بدري. يلا زي الفل. يلا يا حبايب قلبي يلا قولوا سلام. سلام 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 لكم سلام بعد وقت اكل. بقول لك استنى ماشي ماشي. سلام.